délai de réflexion هو الوقت اللي لازم لأي مرأة تحب تعمل دي سوا متاع ميدسين استيتيك ولازم تاخو جمعتين تخمم فيهم مليح وتقرا بالكدا كونسنتمون ايكليري اللي فيه لي سوان الكل ديتايي باللي ريسك الممكنين ولي زيفي سكوندير اللي نجمو يصيرو. رحمة خمت وصحت الكونسنتمون ايكليري ورجعنا معها اليوم الكابينة الدكتورة ليلى الترزي. مرحبا. بونجور دكتور. عايشك. ميرسي. مرحبا بيك. Donc voilà, j'ai vu le dossier. Oui. Ça a été complètement éclairé. Oui. Donc on va passer pour commencer les injections. Très bien. D'accord. D'accord. هذا وجه رحمة قبل ما تبدأ في الانجكسيون ولي سوان في كابينيت دكتور وباش نكتشفوه بعد الانترفونسيون متاع الطبيبة. رحمة عندها مشكل متاع بيلوزيتي في المونطون متاعها، مشكل أصله هرمونال، لازمو تريتمون سبيسيفيك. هذاك علاش طلبت منها الدكتورة تداوي المشكل هذا، لأنها الديبيلاسيون ديفينيتيف ماهيش باش تكون حل. لكن اللي باش تتخلص منه اليوم رحمة هو مشكل السوغيغ جانجيفال، الغب اللي يظهر برشا وقت اللي نضحكو. Des injections, je t'amène comme docteur Leïla Terzi, qui mousse la lèvre supérieure, pour que le sourire de Rahma soit harmonieux et ahla. Et pour qu'on puisse l'aspect carré de la gnoune de Rahma, elle a fait le docteur projection du menton, qui va faire et qui va faire le candidat interne féminin plus. Les injections font les sillons nasogéniens, et qui va faire le visage avec le sourire et le sourire. عودة صورة الدكتور لا بوينت دو ني على خاطرو كان أبلاتي وهذا ما يزيد من الهارموني متاع الوجه. كوريكسيون للي ليفغ وصلحت زادا الدكتورة لي بوميت في وجه رحمة باش تنجم تصلح لي سيرن اللي يظهروا وجه رحمة ديما تاعب. وكملت الدكتور بيلينغ سوبرفيسيال باش تتحصل رحمة على كو ديكلا وغوندو أحسن للي زانجيكسيون ومن بعد إكسبوزيسيون لوميير ليد للريجوفيناسيون تاع البو. وبالطبيعة لي سوان هذوم الكل ما نعملوهم كان عند طبيب في الكابيني متاعو حسب لو بوزوان تاع كل وجه. بالنسبة للفيزاج فاتيغي نقول أنا لا ميدسين استيتيك ماهيش باش تبدل وجه بنادم. Mais par contre, elle peut donner un plus. Ça donne du positif et c'est très important pour que لاك 2 في سنتر لو كولوريست لادريس الوحيده اللي نلقاو فيها محمد برقاوي ليكسبير دي شوفو. لهنا باش نعديو نهار كامل مع رحمه باش نحاولوا نرجعوا الروح لشعر مولاتو مش لاهيه بيه بالكل وزيد بكثره الصبايغ خليتو ياسر تعب ومترشق. Pour le moment très abîmé ou me casser تعب quoi donc j'ai essayé plusieurs couleurs, j'ose les couleurs, عملت الكويفري, عملت الغوي, عملت dernièrement كان بالليمش. Effectivement هو تحرق بالليمش معناتها خاطر شعرتي فخاجل على الاخر ومن بعد عملت النوار معناتها دكدكت. رحمة شعرها تعب برشا كيما أكثرية نسيت وينسا ما يتلاوش برشا بشعرهم يصبغوا شخطو برشا شعرهم وبشعرها زيدة معناتها قصيرة من قدام وقصيرة من تيلي أما أقصر من قدام بشي تصعب شوية الخدمة على محمد أما إن شاء الله باش نخرجوا حاجة مزيان. نتصوروا باش يكون حرابي خاطر باش يقدهولي برو معناتها وان فيت ما حبش يقول لي معناتها شنو باش يعمل لي قال لي خليها سوربريز ونتصور باش تكون حاجه باهيه. رحمه عامله كولوراسيون قديمه شعرها كان فاتح عملت فوقه كولوراسيون غامقه اليوم باش نعملوا لها كولوراسيون باش نخدموا لها باللي الو باش نخدموا لا باز ناتوريل شاتا فونسي باش نحاولوا نستحفظوا على الكاليتي نتاع شعر رحمه خاطر شعر رحمه تعب شويه.
وشعر رحمة تعب برشا وموش شوية، وأقل حاجة فيه ثلاثة لوان مع الماش. باش نغطيه للوان هذو من كل بالقدي ومن غير ما نضره بالشعرة، باش يستعمل محمد برقاوي لوكولوريست إيا لوكولور. لا كولوراسيون اللي تغطي بالقدي لي شوفو بلان زادا إيا لوكولور من مارك اش زون اللي طوروها دي شيرشور في دي لابوراتوار في إيطاليا باش نضمنو لون وريزولتا مثاليين مهما كان نوع الشعر. إيا لوكولور يحسن من الإلاستيسيتي متاع الشعرة باش ما تتقصفش وقت الصبيغة وتحافظ على الكوير شوفولو الجلدة اللي هي مكون أساسي للشعر الصحي. وهكا نتحصلوا على لون يلمع وشعر صحي وسوبل. رحمة البوم تاعها كلير ولون عينيها نوازيت، اللون ناتشوريل نتاع شعرها ان شاتان فونسي. كنت نتمنى نمشيو اكثر لي تون كويفري و دي تانت شود كيما لو برو كيما لا كولور دو ويسكي، دي كولور سنسويل و شالوروز باش يعطيوها لوميير لوجهها. مي على غالب شعرها ياسر تعب خاطر تبدل ياسر لون شعرها، دونك مانيش باش نجمو نبدلو برشا لون شعرها، باش نرجعو لا كولور ناتشوريل. باش نستعملو ليالو من اش زون اللي ما فيهش برشا امونياك وفيها لاسيد هيالورونيك وفيها زاده الويل دارغون باش تغذي لنا شعرها، مش باش يتحرق مش باش يزيد يتعب ويخرج لنا بيان سور لون مزيان. محمد برقاوي لو كولوريست يهمو اكثر حاجه صحه الشعر، هذاك علاش باش يرجع اللون الناتوريل متاع رحمه، وبالايالو كولور باش ينحي الاربع الوان اللي فيه ويرجعو يلمع سوبل وصحي. ومحمد برقاوي لو كولوريست هو من اهم لي سبيسياليست في الشعر في بلادنا. ان كولوريست يعرف يختار اللون اللي يواتي وجه وعينين المراه، لون يختاره زادا حسب كاليتي الشعر وحالته. واليوم لوبجيكتيف اللي تفهمنا فيه الكل هو حمايه شعر رحمه، وهذا ما يميز لو كولوريست. وعند لو كولوريست محمد البرقاوي ان باغاونغل وإكيب فورمي وسبيسياليزي في اللونغلوري. رحمة اللي ناسية روحها من سنين على خاطر وقتها الكل لدارها وصغارها هملت يديها. لدين اللي باش يلقاو لهوة سبيسيال لهنا، دي سوان جيل وكابسول وان فيرني بيرمانون حبت عليه. ياسر مهم تتلهي المرا بيديها على خاطر يبدلوها بصفة كبيرة برشا. رحمة شعرها تعب، اليوم باش نعملولها سوان اكستريم ريبير تبع جام برازي كاكاو باش يصلح لها شعرها ويغذي لها شعرها ويعطي لها على الشعر. Un soin réparateur qui va nourrir et hydrater les cheveux نتاع رحمة التعبين ويعطيهم زادة بريانس. إكستريم ريبير هو السوان المثالي للشعر المتقصف برشا واللي فيه مشاكل في الغاسين والبوانت. لو سوان إكستريم ريبير من برازيل كاكاو كاديفو يدخل في قلب الشعرة المتقصفة ويعمل كومبلومون للماس الناقصة ويعاود يرجع التركيبة متاع الشعرة من الغاسين متاعها، وفي نفس الوقت يزيد من القوة والغيزيستانس والسوبلاس متاع الشعرة باش يحميها من أي ريسك متاع ضرر في المستقبل. ومش هذا برك، لو سوان إكستريم ريبير من برازيل كاكاو كاديفو يحمي اللون اللي صبغنا بيه ويخليه يدوم أكثر ويعطي للشعر لقة ولمعة وزيد يحميه. السوان هذا متكون من شامبوان، كونديسيونير، ماسك و دي دوز ريباراتريس. كما نجموش نبدلو برشا لون شعر رحمة، باش نخدمو على الكوب، باش نخدمو كاري لون، باش نعاونو زادا بالليستيكرز، باش نعملو شوية فوليوم في لي كوتي. هي حبت على ان كاري قصير، مي بون ما يوتيش على خاطر وجهها مدور، دونك كان باش نعملوه جوست تحت الوذنين باش يخرج لنا لي جو، كان باش نعملوه مع المشواغ باش يخرج لنا لي مشواغ. وقت اللي يبدا عندنا ان فيزاج رون دو بريفيرونس ديما كنحبو على الكاري تحت لي مشواغ. لي ستيكرز هما الحل السحري اللي يعطي فوليوم للشعر. رحمة شعرها الخفيف باش يولي غزير وفيه برشا فوليوم فضل لي ستيكرز المصنوعين من دي شوفو ناتوريل بنفس اللون اللي عملو ليكسبير او دوا دور محمد برقاوي لو كولوريست. وحتى لكوب اختارها محمد البرقاوي حسب فورمة وجه الكانديدات متاعنا، كوب باش تفين وجهها. اكسيون. حلو. ميرسي. انت
كوزماتيكم تاعها في ديفيرونس محمد بين لي زيكستنسيون وشعرها فريمون برافو عجبك وي حلو صح ميرسي بوكو عايشك حسيت شانجمون بيان سور الكوب ولا فيه فوليوم الكولور زاد بريون على الاخر ناتوريل فوالا خدمنا شويه على لي كوتي عملنا فوليوم في لي كوتي خدمنا بارتي تراني كيف عملنا فيها فوليوم باش نجمو نتحصلوا على ان كاري بلونجون في ميم طون تكون فيها شويه فيلاج من قدام يعطيك الصحه محمد صحه يعطيك الصحه عايشكم ميرسي وجهي ضاوي الكولور نتاع شعري تصلحت برشا محلاها والسوان زاد نحس في شعري هكا سوبل برشا الكوب زاد واتتلي انتم محلاكم ليكيب الكل محلاها ميرسي بوكو نسكل من شعر بلاش فورما خفيف تاغن وفيه برشا الوان شعر رحمه ولا يلمع لونه انتونس غزير وفيها بو فوليوم كيفاش نستحفظ على شعرنا ساهل برشا ما لازمش نغسلوا شعرنا اكثر من مرتين في الجمعه نعملوا دي بان دويل ديما في الدار والا ان سوان بروفون شي لو كوافور نقصوا لي بوينت ريغولييرمون نحاولوا نبعدوا على لي اباري شوفون كيما لو فير ا بوكلي لو فير ا ليسي و سي شوفو و كان استعملنا واحد فيهم نستعملوا ان سوان بروتيكتور هكاكا يفا بروتيجي لي شوفو من السخانه اليوم باش نرجعوا للاك دو مع مروه ورحمه المره هذه الفاس فاس بارتنير احلى ما فيك في لي روب دو سواري مع مدام ضحى باش نختاروا احلى روبه للكانديدات نتاعنا مخيطه باحلى وارقى التيسو فاس فاس اكزيست دوبي 16 ans on a commencé fisous en 2004 في تونس حاليا صافي 4 ans on essaie de satisfaire tous les goûts tous les budgets نجيبوا des articles pour femmes modernes femmes voilées des jeunes filles aussi. Je choisis moi-même la collection avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Face à face, dit My Haul, il joue un rôle d'un conseiller, il est clientèle. Nous avons choisi les couleurs, le modèle, le coup, le robe, je suis avec la morphologie. Je suis satisfaite et je suis très heureuse. On essaie toujours de ramener des robes simples, mais classe et élégantes. Inch'Allah, on est à la hauteur de vos attentes ou Inch'Allah, que les clients soient très heureux de nous voir. ياسر محلاها ياسر ياسر محلاها لا كولور ياسر مشيت مع وجهها اون بلوس الكوب نتاع الروبه تمشي ايديالمون مع المورفولوجي نتاعها دونك الكوب قلنا ديما لازمها اون روب الكوب نتاعها تاي اوت باش وتبدا هابطه زاده ايفازي فوالا بو ماركي لا تاي وهي عندها اون تاي فين وان ميم طون تهبط ايفازي باش تخبي لنا فوالا ليونش معناتها سورتو ان كو ديكلا معناتها لا كولور عجبتني برشا سورتو لا كولور السنه هذيا سي اون كروند توندونس عندك البلو والكاب زاده والكاب زاده عجبوني عليك محليك 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 واو 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 ملا شوا ضحى ميرسي معناتها سهلت لنا ياسر معناتها محلاها الروبه ريكيليبري لا سيلويت نتاع رحمه لو ديتاي اللي في لي زيبول مع الدراباج غيالنا الكرش وعطانا ان اكيليبر انتر البارتي انفيريور والبارتي سوبيريور نتاع بدنها لو ديتاي زاد كيف كيف نتاع السكان اللي في اليد كل محلاها 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 الروبه انا شتوفا فيها مانيفيك اي سوبليم بارك الله ميرسي عايشك محليك رحمة ميرسي بوكو عايشك أما مش نتعدى الروبة اللي معك يلا شو قولك مريوة؟ كالعادة محليها تقتل الحاجة الباهية اللي قاعدين نختاروا في دي موديل يمشيوا مع المورفولوجي نتاعها وعندنا ديتاي من الفوق نتاع لي فولون والبرودري اللي في لي زيبول اللي باش تعطينا تزيد تعرض لنا شويه لي زيبول باش
كالعاده اون ريكيليبر لا سيلويت اي سورتو لا كومبينيزون اونتر لي دو تيسيو معناتها اون التيل اي موسلين سي ان تيسيو معناتها لوكسيو كل شيء اون ميم طون يعطي اون ليجيرتي للروبه بتل سورت واحد كي يبدا يدور في فرح في اوكازيون يبدا يحس روحو اليز مش تحس روحك هايزه حاجه رزينه ولا دور تبدا ملاليز لازمنا نعرفوا شنو باش نختاروا لك اللوك فينال للرانكونتر و مانيش باش نقولوا لك سوربريز سوربريز نهار جديد في افونتور احلى ما فيك باش تبداه رحمه بين لي سوان و لي بيانفي نتاع لي برودوي غينو لا مارك بريستيجيوز اللي عمرها 40 سنه واللي تجمع بين ليكسبيرتيز و لي ميثود دو سوان باش تتحصل كل مره على دي ريزولتا فيزيبل بالوقت غينو موجود في 70 بلاد في العالم ويعطي لكل وجه دي سوان اكسكلوزيف Suite à la consultation, nous avons déterminé l'objectif d'éclaircir les taches, mais également d'atténuer les cicatrices, d'apporter de l'éclat. Donc on a choisi pour cela le soin Hydra Peeling. C'est ce qui va permettre en fait de retirer toutes les premières couches de l'épiderme de manière esthétique et c'est ce qui va justement lisser le grain de peau. Le soin Hydra Peeling, باش ينظف وجه رحمة en profondeur, ويرتب في الغرين دو بو نتاعها. تبدا ميلاني لاستيتيسيان بروفيسيونيل في غينو باللي ديماكيون باش تنحي لي ريزيدو نتاع الماكياج و ليكران سولير لا لوسيون ميكروبيوتيك باش تزيد تنظف الوجه بالكدا لو جيل هيدرا بي اش بيلينغ من غينو باش يعمل كيف البيلينغ سوبرفيسيال للوجه باش يفتحو لي تاش و ينقصو لي تراس نتاع لي سيكاتريس Ensuite, on va avoir un modelage du visage régénérant. Ça va permettre d'apporter toutes les cellules neuves à notre peau. Oubidine, une experte, Mélanie, باش تعمل الرحمة un modelage بالhydra 9 Guino, باش يعاون خلايا الوجه تعاود تتجدد. Et ensuite, un masque qui va être très réparateur et protecteur pour sa peau afin de lui apporter du confort. Donc c'est ce qui va nous permettre justement d'atténuer les cicatrices, d'éclaircir aussi les taches et d'apporter un grain de peau lumineux et lisse. Le masque activateur, باش يصلح الجلدة, يفتح الوجه ويحميه. Alors on a terminé le soin Hydra Peeling. Je vous donne le miroir. Regardez-vous. C'est frais. C'est doux. Oui. C'est hydraté en fait. Comment vous la trouvez votre peau? Lumineuse. Ouais. Et regardez là au niveau du front. Oui, oui. Où tout à l'heure on parlait des petites des ridules. Ouais, donc là on a bien lissé la peau. On a également en fait commencé à lisser doux. Tout le grain de peau par rapport aux cicatrices. Ça vous convient? Oui, très très bien. Merci beaucoup. Bonjour.